مرحلة مهمة من حياة الإنسان، إذ إن الجزء الأكبر من المهارات تتكون في هذه المرحلة. ولتنمية هذه المواهب، أحيا المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة حفلاً في مكتبة الأسد بعنوان كن سفيراً للقراءة أينما كنت. هذا العمل بالتعاون مع وزارة الثقافة، بين وزارة التربية ووزارة الثقافة، هو عمل مميز لأنه تناول موضوع القراءة. للأسف اليوم كثير من أبناء الجيل الجديد يبدأ باستخدام التكنولوجيا ويعتقد أنها بديل عن القراءة التقليدية. من خلال هذا اليوم ومن خلال نشر قصص للأطفال في مرحلة طفولة مبكرة، نحن نحاول أن نشجع هؤلاء الأطفال على العودة إلى الكتاب، العودة إلى القراءة. هذا اليوم نتوج به أعمال عام كامل من جهد مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة للعناية بتنشيط القراءة ودعم القراءة للأطفال في السن المبكرة، في سن الطفولة المبكرة. هذه مناسبة جميلة جدا، شارك فيها أطفال من معهد صلح الوادي للموسيقى، غنوا كما لم نسمع أطفالا من قبل، وأطفال آخرون شاركوا بإلقاء قصائد. الواقع يعني لامست شغاف القلب. استعرض خلال الحفل مجموعة من المواهب في إلقاء الشعر والغناء، بالإضافة إلى الرسومات من نسج خيال الأطفال. الاحتفالية العامة لليوم الوطني للتشجيع على القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة، وهي الاحتفالية الثامنة التي تقوم فيها وزارة التربية من خلال المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مع وزارة الثقافة ممثلة بمديرية ثقافة الطفل. طبعا اليوم هو عادة بيكون نتاج لأعمال تكون على مدار العام، نسعى من خلالها لتشجيع كل المعنيين بالطفولة، حتى الأهل كمجتمع محلي، لتشجيع القراءة، لتشجيع الطفل من مرحلة مبكرة على القراءة. أنا خريج المركز السنة الماضية، ألقيت قصيدة للشاعر هشام الجغبي عنوان التأشيرة. أول مرة تحب قلبي وأول يوم أتهنى، يا معلى نار الحب قالولي واللي تهم الجنة. أول مرة. الحفل اختتم بتكريم الفائزين في مسابقة قصة طفل في سن مبكرة، بالإضافة لتكريم لجنة تحكيم الأعمال الأدبية المشاركة في المسابقة.